الراديو تسعين هواها مصري ورجعنا لكم تاني في أجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمه مصطفى ولسه مكملين حوارنا في الرحله الشيقه بتاعة الاستعداد للحمل وصلنا يا دكتور عن فكره ان يعني المفروض ان الكومن ان ما يبقاش فيه مشاكل وان الحمل يعدي بسلام بس للأسف بدأنا نسمع ان كلمه كده ما كناش بنسمعها زمان انك نامي على ظهرك ولازم تاخدي مثبت بقى الموضوع عامل زي البونبوني بالظبط هو الكلام ده يعني ظاهره الرحمه وباطنه العذاب يعني عارفه هو كلام ممكن احكي العذاب بتاع مسبب ده من اكتر الحاجات لعنه في العالم بالظبط هو في ناس ما هو احنا فاطمه يعني عارفه مش عارف اقول ايه ومن غير ما الناس تفتكر ان احنا او ان انا بتفلسف يعني هو عارفه زمن كده في زمن فتن يعني اللي هو كل حاجه فيها فتي يعني كل حاجه الحقيقه صح. فيها فتي والناس بتفتي في كل حاجه بشكل غريب ومن ضمن طبعا الحاجات اللي امتدت الاثار فيها الطب يعني بقت الناس برضو تتكلم فبقت الناس تفتكر انه الحمل على فكره انت في الحمل لازم يعني مش لازم ده الطبيعي انك تمارسي رياضه اصلا يعني ده كان هيبقى سؤال <applause> لسه اه يعني هنتكلم عنها آه. اكيد يعني خلاص وفيها طريقه وليها وليه مه... معدل وكده لكن فكره انك بتجهزي جسمك لعمليه الحمل اللي هو ان جسمك يستوعب زياده في الوزن ويبقى العضلات تبقى مهيئة لاستقبال الزيادة دي وبعدين من ثم عملية الولادة سواء اللي هي إن شاء الله يعني تكون الطبيعية أو حتى الولادة القيصرية في حال تعذر الولادة الطبيعية لكن بقى في ناس اللي يقولك إيه أنت حامل لا لازم تنامي على ظهرك وتاخدي مثبتات وكأنه القانون هو إنه هيحصل إجهاض أو إن الحمل ده غير ثابت الحقيقة إنه علميا بقى لا إنه دي حالات بتبقى حالات محددة جدا جدا وبيبقى لها تاريخ يعني اول حاجه بيبقى لها التاريخ يعني التاريخ المرضي <applause> يكون الموضوع اتكرر تاني حاجة انه بيكون ممكن يكون السن فوق 35 سنة اذا حصل الحمل فوق سن 35 سنة تالت حاجة اذا كان في تاريخ الاورام الليفية يعني موجودة تمام يعني اقصد انا بضرب امثلة على فكرة مش دي بس الحالات في بعض الحالات المرضية بتستدعي مراقبة دقيقة ما قلتش لسه تثبيت مراقبه بس يعني عمليه مراقبه اكثر دقه من تبقى الطبيب تبقى بتعمل زي ريبورتنج كده للدكتور بتاعها ان حالتي كذا, كذا 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 بالظبط كده, كده. يوم الطبيب اذا لقى استعداد لل... للاجهاض بيقوم يعمل اجراءات معينه في منها ادويه وفي منها حقن والكلام ده كله لكن في معلومه بقى بت... يعني عايزينها الناس تبقى عارفاها كقاعده عامه وهي وهي انه اول ثلاث شهور في الحمل هم اهم ثلاث شهور في ناحيه استمرار الحمل تمام يعني علشان كده حتى الناس يقول لك ايه في اول واول ثلاث شهور بالمناسبه اللي الام بتبقى عارفه فيهم انها حامل بعد شهر ونص او شهرين لان هي بتبقى عارفه بعد ما الدوره الشهريه تتقطع او او بعد ما تعمل تحليل وهكذا فهمتي قصدي بالظبط يعني الثلاث شهور يعني تقريبا بنبقى في شهر ونص خطر بقى بالظبط كده هو مش خطر كمان هو خلينا نسميها ترقب تمام خلاص لكن اول ما الشهر الثالث بيخلص خلاص بيكون نسب استمرار الحمل بطريقه طبيعيه بدون اي مساعدات نسب كبيره جدا زي ما قلنا من 80 ل 90% يعني انت فاهمه قصدي؟ تمام وبالتالي الاداء بقى بتاع يعني انت في الوقت ده فكري بايجابيه فكري في انك مثلا تاكلي صح فكري انك تمارسي رياضه فكري انك تبعدي عن التوتر فكري في العلاقه بينك وبين زوجك في كشكل اسري بعد كده هتبقى عامله ازاي فكري في انك هتشتغلي ولا مش هتشتغلي فكري في, في نظام الحياه بتاعك فكري في حاجات ايجابيه مش تفكري في ان انا الحمله هيكمل ولا مش هيكمل لانه اول ما الثلاث شهور بيعدوا خلاص بتبقى دي حتى دايما الناس يقولوا دي ايه دي اهم مرحله بص يا دكتور اول ثلاث شهور دي اغلب الستات بتقضيها فان هي بتعيط زعلانه قافشة من جوزها، أنت مش واقف جنبي، أنت ريحتك برتقان، اه أنا مش طايقة الأكل وما باكلش تماما، بالذات الستات أنواع، في على فكرة لازم الستات اللي بتسمع تفهم، في ستات بيمر عليها التلات شهور الأولانيين ممكن ما ترجعش مرة، وفي ستات بتبقى عايشة الموضوع سايكل كده <applause> آه يومي، بس أغلب الستات الثلاث شهور الأولانيين دول يا دكتور ببقى طالعة ضعفانة وزني ناقص مش زايد. م. فبعد بقى ما الثلاث شهور الاولانيين دول يعدوا سواء خدت مثبت لو عندها مشكله الحملة عدى بشكل طبيعي زي القمر اللي المفروض أيوة يحصل أيوة وما تنشنتش نفسها زي ما نقول في البلد اللي بيخاف من العفريت يطلع أيوة مستنيه حاجه بقى تحصل فلو عدوا الثلاث شهور دول بتلاقي ان الام صحتها نزلت م. الاكل بقى احنا عندنا ثقافه يا دكتور ان انت م. حامل فانت عامله زي المكنسه أيوة. عارف ليه بتسحب اي اكل في الت... ماشي في الطريق حضرتك معاك سندوتش تلاقي واحده حامل جنبك خدته وجريت <applause> هل الصح اللي هما بيقولوه لنا انت بتاكلي الاثنين فلازم تاكلي ضعف كميه الاكل اللي كنت بتاكليها ولا المفروض اغير النوعيات لا هو المفروض انه اولا خلينا ننسف المصطلح اللي هو الغريب ده اللي هو ان انت بتاكلي الاثنين لان انت مش بتاكلي الاثنين انت بتاكلي والجنين بيتغذى من خلال الدم بتاعك ومن خلال الاكل اللي انت بتاكليه كده اكلتي اكل الشارع كله بالظبط كده لانه اذا افترضنا ان انت بتاكلي حتى الاثنين فهم الاثنين دول ما بياكلوش قد بعض يعني يعني في <applause> في جنين <تصفيق> <وبالزبط> <تصفيق> كده بالظبط <applause> كده يعني ده مش هياكل يعني زي زي ما المفروض يعني خلاص الحاجه الثانيه هو انه فكره اكتساب الوزن احنا هنقول دلوقتي المعدلات بتاعت الوزن المفروض تكون قد ايه يعني تمام. هنقولها بتفاصيل شويه يمكن في الساعه الثانيه الوزن المفروض يزيد قد ايه في في, في خلال فتره الحمل تمام ففكره انه الناس تبقى يعني خلينا نحط القانون هو الكواليتي فود نوت كوانتيتي فود يعني جوده الطعام وليست, وليست كميه الطعام كميه الطعام دي نسيها خالص انت ما بتاكليش اي حاجه بتيجي قدامك انتي ب... انت انتقائيه في اكلك والاكل ده انا عايز اقولك فرصه رهيبه ان الزوجه الحامل بتبقى عندها فرصه ذهبيه انها تحسن حياتها واللايف ستايل بتاعها كله خلال فتره الحمل لانك بتاكلي كويس المفروض مفروض يعني بتاكلي كويس تاكلي خضروات وتاكلي فواكه تشربي سوائل تنامي كويس يعني فرصه ان انت بتبقى عندك حياه مثاليه مش لا انت بتيجي الساعه 4 تصحي جوزك تقولي له عايزه كبده ايوه بده. انزل هات لي برجر لا برجر ايه اه والله العظيم انا نفسي يا. دلوقتي في فراخ من اللي هي محمره مش عارفه منين ايوه لا لا ما هو عايز تحت السلم أيوة دلوقتي هو ده بيبقى ده بيبقى رغبات دفينه على فكره وبيبقى <تصفيق> فيها, <تصفيق> وبيبقى فيها, <تصفيق> وبيبقى <تصفيق> فيها <تصفيق> ايوه يعني فيها جزئيه ما, ما فيهاش اي منطق يعني انت <applause> فاهمه يعني اللي هو يعني في حدود ما انا كان زمان الوحم احترمي نفسك يا هاني ايوه اللي تقول له انا بتوحم على الحرنكش انا بتوحم انما بتوحمش ده... على فراخ مشويه من محل معين يعني انا عايز اسال سؤال يا دكتور هو الوحم ان انا يبقى نفسي في حاجه معينه فاكهه معينه حقيقي؟ ما هو ده بقى اختلفت فيه الاراء يعني الاراء العلميه بالمناسبه مش الاراء الشعبيه م. الكريفنج او الوحم ده اللي هو فكره الافتقاد الشيء وده ملوش تفسير علمي حاسم لغايه دلوقتي لكن مفيش فعلا يعني مفيش حاجه بتنفي النظريه ان الزوجه الحامل احيانا بتشتهي نوع معين من الاكل خلاص لكن فكره بقى الاثار المترتبه على عدم اكله هيطلع له بطاريخ في وشه <applause> يعني <applause> بالظبط كده يعني فهي الموضوع بقى بيقلب ايه ان هو ممكن تبقى هي نفسها في حاجه معينه فتقول له انا بتوحم عليها لا هي طبعا. يا رب جوزي يطلع ما بيسمعش الحلقه <applause> <لأ> يا رب يا رب بتقولي له <applause> <عايزة خرحلة تصفيق> شويه وكبده ساعة 4 الصبح عايز عنب واخضر ودلوقتي وتصرف لا لا ده هو وانت يبقى انت يبقى ليه تمام ما بتحبنيش يبقى <applause> <applause> انت <applause> الاهتمام ما بيتلف <applause> لا لا يعني خليكم يا جماعه عندكم رحمه شويه علشان برضو ايه الزوج بيبقى ايه هو اصلا بيبقى على اخره بس مش بعد ما يولد بعد ما هي تولد أيه تقول ايه ده ده بقى اتغير معايا ما هو بقى تسع شهور <applause> وهو <والوجب> كان <applause> بيشق هدومه ايوه بالظبط يعني فهو لا هو الوحم موجود لكن عدم تحقيق رغبة الوحم دي ما فيهاش أزمة علمية يعني علميا ما فيش أزمة يعني لو توحمتي على فراخ شوية وما كلتيهاش ده مش معنى كده ان الطفل هيتحول <applause> الى فرقة بالظبط لا انا اول مره اسمعها انه انا عايزه حاجه من محل معين يعني اللي <applause> يعني اللي هو محدده المنيو يعني وعايزه فطير من حته معينه فهو دي طبعا فهي بالنسبه للاكل الأكل لازم يكون معتدل جدا جدا لأنه الزيادة في الوزن خلال الحمل هي بتكون محسوبة خطر. بالمناسبة. أيوة. ثانيا الكواليتي زي ما بنقول جودة الطعام وهنا دي مرتبطة برضو في ناس ممكن تقولك ايه الظروف الاقتصاديه ده بالعكس بقى ما احنا بنقول اهو جوده الطعام الاكل يعني البيتي اللي بناكله في العادي بتبقى تكلفته اقل من اللي من بره بالظبط كده وناكل تنوع بقى خضروات فاكهه بناكل بناكل حاجات يعني ايه ما فيهاش دسم ما فيهاش تسبيكه في الاكل يعني لازم الاكل يبقى على فكره معتدل كمان في طرق طبخه لانه خلال الحمل بيحصل انزعاج كبير جدا من فكرة الكثافة بتاعة الدهون أو يعني لازم تبقى الحاجات بسيطة ودي فرصة زي ما بقول دي بجد فرصة إنه الأم وممكن الزوج والزوجة حياتهم بتبتدي رحلة التغير الغذائي خلال فترة الحمل بتاعة الزوجة أنا كان في سؤالي دكتور ليه علاقة بالأدوية بس أنا نسيت أسأله لحضرتك اللينك اللي فات بيبقى في بعض الأدوية اللي ممكن أكون أنا باخدها علاج لأي سبب ما أيوة. ويبقى مكتوب على العلبة بتاعت الدواء إن المفروض لو هيحصل حمل يبقى في جافة في النص افرد حصلت يعني بيبقى ايه التصرف وايه الخطر؟ و... بص هو في ناس ما انكار ان في ناس بتاخد ادويه بشكل دائم يعني ادويه بشكل منتظم يعني ودي بتبقى حاجه بنسميها احنا الكرونيك ديزيزز او الامراض المزمنه. لكن هنا ساعه حدوث الحمل بنسال نفسنا سؤال بشكل نزيه جدا وهو ايه من الادويه دي يمكن الاستغناء عنها؟ بجد يعني يعني فاهمه؟ يعني ما نقولش ايه اصلا انا باخد الدواء المعين ده لمعدتي اصلا في العادة. لا انت ما في اصلا حتى ادويه المعده او الجهاز الهضمي ما بتتاخدش فور ايفر ما بتتاخدش دائما انا ممكن افاجئ حضرتك ان في دواء مشهور جدا ستات كتير بياخدوه مش هقول اسمه طبعا هو دواء حبوب م. حب الشباب والبشره أيوة أيوة الدهنيه وكده ده بيبقى معروف ان لازم يبقى في جاب بينه وبين الحمل ثلاث شهور بالظبط كده لازم يوقف لازم يقف لكن اذا افترضنا ان هو يعني ات اتاخد فاحنا بنقول دايما القاعده ايه وقفي ساعه ما تعرفي انك حامل يعني فاهمه قصدي واللي فات فات مش مم. اللي فات مات يعني بس اللي فات خلاص فات ان شاء الله يبقى عندنا امل انه ما ياثر مش هيأثر ان شاء الله يعني لانه الادويه اللي بتاثر ادويه قليله عكس ما الناس فاكره بس ده مش 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 يعني مش مبرر مم. ان احنا ناخد ادويه تمام. فهمتي قصدي يعني فهم. الموضوع كله على فكره في موضوع الادويه ده انت كل الموضوع انك بتبلغي الدكتور بتاعك بس, بس انا باخد كذا وهوقفته او بالظبط كده لانه الست الحامل وارد ان يحصل لها برد يجي لها برد مثلا تاخد وارد انه تبقى منزعجه من الترجيع فلا ممكن تاخد دواء ترجيع بس كل ده يبقى بالتنسيق مع دكتور النساء يعني دكتور الامراض النساء والولاده اللي بيتابع الحمل هو بس يبقى عارف ما تاخديش حاجه من نفسك بس وهو كده. ممكن يرشح لك ادويه تتناسب مع بالظبط كده لانه في ادويه فعلا ما بتاثرش على الحمل والمفاجاه ان في كتير قوي من الادويه ما بتتعرضش مع الحمل عكس ما الناس فاكره الناس فاكره العكس ايوه الخطوره انه يعني مثلا مثلا أشهر حاجة بتتعارض مع الحمل إيه؟ المسكنات. آه يعني فاهمة قصدي؟ يعني دي فعلاً بتتعارض مع الحمل، فالمسكنات دي أنت لازم توقفيها. إنما في أدوية كتيرة جداً ما بتأثرش، يعني من المضادات الحيوية مثلاً، في أدوية من أدوية الغدة الدرقية، في أدوية الهرمونات نفسها، في أدوية زي ما بقول مزمنة، في أدوية من أدوية القلب، الضغط، دي ما بتأثرش، إنما كل بس الكي كله المفتاح كله فيه إن الدكتور يبعر.